كلمة فصح أصلاً تعني حرفياً عبور. اليوم يوم القيامة فلنتلا لا أي الشهور. الفصح هو العبور مثل ما ذكرنا، من الموت إلى الحياة، من الأرض إلى السماء إلى آخره. ففصحنا قيامتنا هي عبورنا. قد أجازنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. عبورنا، بس هذا العبور نريد ما ننسى أنه أولا عبور شخصي. لست لقيامتك المقدسة يا رب. كل واحد منا بده يطلع على حاله ويقول أنا بدي أعبر، أنا بدي أقوم مع المسيح. بدك أنت أن تعبر شخصيا، أن تهذب نفسك، أهواءك، مشاعرك، حواسك، تصرفاتك، عقلك، أقوالك. بدك أنت تعبر شخصيا من الإنسان العتيق الماضي الباطل إلى الإنسان الذي يتجدد على صورة خالقه. نلقي حواسنا حتى نعاين المسيح ساطعا كالبر. نحن الجماعة الكنسية علينا سوية كعائلة واحدة أيضا أن نعبر. عائلا علانية نفرح ونحن منشدون ناشدا النصر والظفر. هذا العبور كيف بيتم؟ بيتم بطريقة واحدة. أحبوا بعضكم بعضا فيعرف الناس أنكم تلاميذ. نحب بعضنا، نتكاتف مع بعضنا، نحط إيدينا بإيدين بعضنا، قلوبنا تكون مع بعضنا. إذا كانت علاقاتنا مع بعضنا ليست على المحبة القائمة بالمسيح، فيكون المسيح المضجع في قبره. نحن الصورة اللي عم نعطيه عنه، ولكن نحن نصلي وكلنا نعمل كي نعطي صورة السيد الناهض من بين الأموات. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت.